دابا كيف ما عرفتي بأن لم تتم إسقاط الولاية، ولكن أنا دابا كنتسنى هيئة الدفاع ديالي باش ناخدو نسخة من الحكم الكامل المفسر، وديك الساعة غيكون عندي لقاء مع الهيئة ديال الدفاع ديالي، وديك الساعة ما غنخرج للرأي العام بشي حاجة اللي مضبوطة، فهمتي؟ ولحد الآن مازال ما تسلمناش الحكم النهائي. صراحة أنا ما عارفاش بالضبط كيفاش وقعت، واش سوء تفاهم، واش الله أعلم، ما عارفاش. ولكن اللي عرفت هو أنه ما لم تتم إسقاط الولاية عن هذا الأب الغير مسؤول، ولكن إن شاء الله مسيرتي مازال مستمرة وما غاديش نوقف، وهذه قضية كبيرة اللي خاصنا نضلوا فيها بالصح كاملين، وهذه ما بقاش غير قضيتي بوحدي، هذه قضية بزاف ديال الأطفال ديال النساء الحاضنة في المغرب. المسألة ديال الدواخ النفقة أصلا هي مرفوعة في القضاء، والقضاء هو اللي كيتبت في هاد الحوايج ويجب إثباتات ديالو إلا عنده الحق. حاليا الابن ديالك يعني كيفاش؟ ولدي زوين، ولدي بخير، فاهم، ما بقاش صغير، ما بقاش دري صغير، يعني اللي ما بقاش تيفهم، عارف كل شيء، وعارف بان موراه كتنضل على حقه باش ما يبقاش هذا الوليد هذا محقور، باش ما يبقاش هذا الوليد هذا يبقى مبلوكي ما يسافرش بحال صحابه، ما يقدر ما يشوف ولا صحابه كاملين مسافرين هو كيشوف فيهم. علاش ما نخليش ولدي يتحقر؟ انا ما نسمحش بها. انا صراحه فاش في الاول فرحت بالخبر، من بعد شوكيت، بقى فيا الحال اكثر من الرسائل والميساج اللي سمعت ولا اللي قريت من عند النساء المغربيات. انا الى جاتني واحد شي شويه ديال التقلقه، فنتقلقت بزاف وكثر على انني بحال كسرت لهم هذيك الفرحه ديالهم، لان بالنسبه لهم جميله الا ربحات هاد القضيه ديالها مباشره نتوما رابحين. وبصح كاينين النساء متضررين، اطفال بزاف متضررين، ومساكن ما عندهمش الصوت باش يهضروا، وخاص القانون يتبدل، خاص هذا القانون المجحف حق اطفالنا خاصو يتبدل، المشكل في القانون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.